وعن قيمة الترابط الجمعي. وهنا يتوجب على وسائل الإعلام أن تقدم خطاباً إعلامياً هادفاً يحمل في طياته قيماً اجتماعية راقية تنبع من المجتمع ومن قيمه ومن مبادئه. إن وسائل الإعلام هي الحليف الاستراتيجي للمجتمع، وهي الوسيلة الفعالة والأداة اللازمة لتحقيق مبادئه وقيمه. وإذا كان أداء وسائل الإعلام ضعيفاً في المجتمع، هذا يعود إلى ضعف المجتمع المدني، لأن الإعلام هو مرآة عاكسة للواقع وللمحيط الذي يشتغل فيه. والمعروف أن الإعلام القوي والفعال لا ينمو ولا يتطور ويزدهر إلا في مناخ الديمقراطية والحرية ووجود قوى مجتمعية فاعلة. الحقيقة الراسخة أن علاقة المجتمع والإعلام عميقة مترابطة جدلية، وعلى الإعلام أن يحافظ على حريته وأن لا يرتهن بالسياسة ولا للمال ليتمكن من لعب دوره الحقيقي. هذا في الجانب النظري. أما في الجانب التطبيقي فنحن نجد أن فعلا لبنان كتجربة يصلح لأن يكون نموذجا لهذه العلاقة بين الإعلام وبين المجتمع. ذلك أن الإعلام اللبناني تفاعل بشكل جدي وجذري مع التطورات السياسية تأثرا وتأثيرا. وأيضا نحن نعرف أن الإعلام اللبناني هو إعلام متقدم يشكل ظاهرة في وسط محيطه العربي، ولمعت في سمائه أسماء معروفة لها يعني رفعت من قيمة الإعلام وقدمت خطوات مهمة في مجال الإعلام. انطلاقا واصطلاحا نستطيع قراءة 4 مراحل. نحن لابد من أن نعود في هذا الموضوع، يعني ليس إلا اليوم، يجب أن نعود إلى مراحل سابقة لنستطيع أن نقرأ دور الإعلام وعلاقته بالمجتمع. نستطيع أن نقرأ 4 مراحل للإعلام السياسي في لبنان. المرحلة الأولى هي صحافة الاستقلال، حيث يمكننا القول أن صحافة لبنان نشأت أدبية ثقافية أكثر منها سياسية محضة بالمفهوم الراهن، وكانت الحرية همها الأكبر. كانت الصحافة وسيلة للأدب النضالي التحرري الذي بقي مهيمناً إلى ما بعد منتصف القرن العشرين. يعني من الأسماء التي كتبت في هذه الفترة يعني للتثبت من أن هذه الصحافة بدأت أدبية ثقافية أكثر منها سياسية، نذكر مثلاً سليم البستاني صاحب الجنة، خليل سركيس صاحب لسان الحال، المعلم بطرس البستاني، أحمد فارس الشدياق، أحمد أديب إسحاق، إبراهيم اليازجي، يعقوب صروف، فارس نمر، عبد الرحمن الكواكبي، خليل سركيس، جورجي زيدان وغيرهم الكثير. بعد ذلك وحسب الدراسات والأبحاث كان في لبنان 52 مطبوعة سياسية و42 مجلة أسبوعية وشهرية أخرى، إضافة إلى عدد كبير من المطبوعات غير المنتظمة الصدور التي كانت بمعظمها تنطق بوجهات نظر أحزاب وأنظمة وتجعل من لبنان عالماً مصغراً ممثلاً بأحزابه وبعقائده وتوجهاته العامة. هذه المرحلة، المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة التهيئة للانفجار الكبير أو للحرب الأهلية. نحن نعرف أن لبنان ضم سياسات العرب كلها مع الأنظمة الإقليمية والدولية، وعبرت مؤسسات متعددة امتهنت الإعلام عن هذا الواقع. لم يستطع لبنان الرسمي مواجهة التحولات السياسية والاجتماعية والإيديولوجيات المتراكمة والمتفاعلة التي ولدت أزمة لبنانية أمعنت تدميراً في الوطن والتاريخ والمجتمع برمته. وراحت الأزمات تعبر عن نفسها بالأحداث وبالدماء والانقسام. الإعلام أعطى هذه الأحداث أبعادها، فتلاشت سلطات القانون وأفلت هيبة الدولة التي كانت غير واضحة المعالم أو الحدود لتقع في قبضة سلطات الأمر الواقع. فجاء الإعلام انعكاساً للواقع وساهم في تفجير الأوضاع ليتحمل جزءاً كبيراً من مسؤوليات الحروب والأحداث، وأثبت ضلوعه في إذكاء الفتن الطائفية. نجد أن السياسة في مضامينها المختلفة شكلت أساس حياة اللبناني خلال الربع الأخير من القرن العشرين، حيث خضع لبنان لتحولات كبرى متعددة رسمت ملامح وجه الانهيار.
لتبدأ مرحلة الحرب الأهلية. كانت الصحف بالإضافة إلى الإذاعة والتلفزيون الرسمي تشكل ملف الإعلام بكامله. كان هناك وفقا للإحصائيات 99 مطبوعة سياسية بين يومية وأسبوعية وشهرية، 36 منها لناشرين مسلمين، 63 لناشرين مسيحيين من الطوائف المسيحية. وكان الإعلام يعيش في جو من الحرية التي درسها الدستور، في حين أن الإعلام الرسمي لم يكن قد بلور مفاهيمه الخاصة المتعلقة بالإعلام والحرية والحقوق كوطن محصن، بل اعتمد على ترجمة أو نقل التجربة الفرنسية وغيرها، وهذا كان غير مطابق للواقع اللبناني 100% أو بشكل كامل. هذا جعل الإعلام الرسمي غير ثابت أو مستقر على هوية أو انتماء، وجعله مساحة للتعبير الحر غير المدروس، مما سمح لنمو مؤسسات إعلامية خاصة تقود متابعيها إلى الكلام عن حروب الإعلام كعنوان لمرحلة أولى، وكأنه كان يحضر للانفجارات التي شهدها لبنان. وسائل الإعلام في الحقيقة لم تخاطب اللبناني بقدر مخاطبتها لأسيادها. كان خطابها موجها إلى الممول، لأنها تريد أن تحصل على رضاه وعلى تمويله، فلذلك كان ما تقوله تريد أن ترضي فيه به من يدفع لها، فلذلك لم تخاطب اللبناني، وإنما كانت تخاطب هذا السيد أو المناهض لهذا السيد، سواء كان في الأنظمة العربية أم في المعتقدات والإيديولوجيات المتصارعة والكثيرة. الإعلام اللبناني لم يكن لبنانياً على الإطلاق، لم يكن حراً أبداً، مع أن النظام اللبناني والدستور اللبناني ترك المجال مفتوحاً أمام وسائل الإعلام، وكانت حرية التعبير مضمونة، وكان يستطيع أن يتكلم ما يريد، فإذا هو حر في أن يقول ماذا يريد، ولكنه لم يكن حراً لأنه كان تابعاً للممول وللسيد، فلذلك الإعلام اللبناني لم يخاطب اللبناني ولم يكن حراً أبداً، وبالتالي للأسف لعب الدور دوراً سلبياً في هذا المجال. ما يؤكد ذلك مواثيق الشرف التي كانت تحضر في لبنان التعرض للمصارف أو للمسؤولين الإقليميين أو المحليين. كان ميثاق شرف، يعني يتم الاتفاق على أنه لا نتعرض للمسؤول الفلاني وأنتم أيضاً بالمقابل. للأسف الطائفية كانت هي المحرك الأساسي للحياة في لبنان، وكانت هذه الصحف وهذه الوسائل الإعلامية تابعة لها. للتوضيح مثلاً، ودون أن نذكر الأسماء، نحن نعرف أن الصحف والوسائل الإعلام كانت تابعة مثلاً جزء منها للنظام الليبي، جزء تابع لمصر، جزء تابع لسوريا، جزء تابع للعراق، إلى ما هنالك. طبعاً عم نحكي سياسياً من ناحية السياسية. من بين 99 مطبوعة التي كانت موجودة، هناك 29 مطبوعة لم تكن حزبية، يعني لم تكن منتمية انتماء عضوية، ولكن كان هناك بالمقابل 70 مطبوعة صنفت يسارية، شيوعية، مصرية، عراقية، يمينية، بعثية، سعودية، جبهة وطنية، علمانية، ليبية، نجادة، فلسطينية، نقابية، مهاجرة، إلى ما هنالك أيضا. وابتكرت مجموعة من الأوصاف والاتهامات التي ولدها رجال السياسة أحيانا، وروجتها وسائل الإعلام ورسختها في أذهان الناس لتورث مزيدا من الأحقاد والانقسامات. وضمت مجموعة من المصطلحات والتسميات، مثلا كنا نسمع من المصطلحات الإنعزاليون، الفاشيون، الرجعيون، المسيحيون المحافظون، ميليشيات اليمين، ميليشيات اليسار، أعداء الداخل، أعداء الخارج، الفيدرالية، التعددية، العلمنة، الدويلات المسيحية، الدويلات المسلمة، إلى ما هنالك. وفقا لهذه الصورة يكون الإعلام مساهما قويا في ترسيخ معالم الصراع ودفعه بين الأفكار والعقائد. وفي الواقع ساهم الإعلام اللبناني في الحرب،
واستعملت وسائله كسلاح، وصحت تسميته بإعلام الطوائف والأحزاب والميليشيات والمناطق. المرحلة الرابعة هي مرحلة ما بعد الاجتياح وبعد التحرير، وقيام عدد كبير من محطات التلفزة والمحطات الفضائية وإلى ما هنالك، التي قامت على حساب الإذاعة الرسمية الوطنية وعلى حساب التلفزيون الرسمي الوطني، اللي يعني ما زال إلى اليوم شبه جثة هامدة، وذلك لصالح الإعلام الخاص الذي كان يتكلم دائما بلسان أصحابه ومموليه باختلاف على اختلاف مشاربهم وأهوائهم وانتماءاتهم.